مثل ما وعدناكم صورنا الطريق من التل الجليدي لحد نصب الغزال. هذا الغزال اللي معظم اللي زاروا جيرموك شاهدوه من مدينة جيرموك. هذا نصب الغزال وهذه مدينة جيرموك من الأعلى من قرب الغزال. دائما من المدينة تشاهدون الغزال، اليوم من قرب الغزال تشاهدون مدينة جيرموك. هذا أمامنا الجسر اللي كل السواح يعبر من فوقه أثناء التوجه إلى مدينة جيرموك، وهذا البناء الوردي اللي أمامنا هو فندق جراند ريسورت اللي دائما نصطحب سواحنا ونقيم فيه. إلى هنا أتوقف من النقل وأتمنى لكم يوم سعيد. كان معكم حق دانيال، إلى اللقاء.